بسم الله سطر 80. الثلاثة دي خلصناها المرة اللي فاتت. 2 أرضية 1 2 3 مرات. أورنج أرضية أرضية أورنج. 2 أرضية 1 2 3 4 5 مرات. 2 أورنج أورنج ذهبي. أورنج أرضية 2 أرضية ذهبي أورنج. أورنج أرضية 2 أرضية 1 2 3 4 مرات. أورنج أرضية 2 أرضية زيتي أرضية أرضية زيتي. وكمل السطر كله أرضية. ناخد بالنا ان الاثنين الزيتي هيجوا فوق الاثنين الابيض، يعني هيبقى في النص 4 ابيض وفوقهم 2 زيتي وتحتيهم 2 اورنج. السطر 81. 2 ارضية 1 2 3 4 مرات. اورنج ارضية قصدي ارضية اورنج. 2 ارضية 1 2 3 4 مرات. ارضية اورنج اورنج ارضية. 2 ارضية 2 اورنج. 2 ارضية مرتين 2 اورنج. 2 أرضية 1 2 3 4 5 6 مرات. أرضية أورنج وكمل كله أرضية. السطر 82. بسم الله 3 ملناش دعوة بيها. 2 أرضية مرتين 2 أورنج. 2 أرضية 1 2 3 4 5 6 6 مرات. أورنج أرضية 2 أرضية مرتين أورنج أرضية 2 أرضية أورنج أرضية 2 اورنج 2 ارضيه قصدي 1 2 3 4 5 6 مرات. زيتي ارضيه 2 زيتي وكمل السطر كله ارضيه. لغايه دلوقتي انا فتحت نص بس ارضيه ولسه في بقيه حبه اهو منه كمان ما خلصتهمش. ادي الطبق اللي انا حاطه فيه. الطبق ده كان مليان كان مليان، كنت مرتباهم كده. هنا الارضيه وهنا كنت حاطه الاورنج كان هنا والذهبي عشان الذهبي قريب من الارضيه فانا بعدهم عن بعض، والبوستاج والزيتي وادي الاخضر. الطبق عمال يخلص اهوت، خلاص قربنا نخلص بفضل الله. ويلا نشوف هنعمل ايه. السطر 83. بسم الله 2 ارضية زيتي ارضية ارضية زيتي. وبعد كده هشتغل كله ارضية كله مش هنعد بقى، مش لازم اعده يعني، لغاية ما اوصل. شايفين الاتنين الاورنج دول هيبقى فوقيهم ابيض، اللي بعديها على طول هتبقى اورنج، يعني اخر واحدة اورنج في السطر اللي قصادها الناحية التانية، مش اللي فوقيها، لا اللي بعديها هتكون اورنج. وهختم السطر باتنين ارضيه، يعني هتفوتي اخر اتنين ارضيه في السطر. الغرزه اللي قبليهم على طول هتعمليها، هتحطي اخر واحده اورنج واللي قبليها ابيض. نشوف اللي بعده. ده شكله كده بعد ما وصلنا خلاص اخر سطر اللي احنا لسه مخلصينه. دلوقتي هديكوا اختيارات متاح قدامك، انك تعملي دور داير ما يدور ابيض. ما انا مش هينفع اختم بكده، اختم في لون فيه اورنج ولون فيه زيتي وهنا في الذهبي. لازم عشان ابروز المفرش لازم يكون كل الحرف بتاعه كله ابيض داير ما يدور. يبقى انا هشتغل سطر داير ما يدور كله مش ابيض قصدي ارضيه، يعني هشتغل دور داير ما يدور يعني كله هياخد المفرش، يعني نفس السطر اللي احنا كنا هنشتغله دلوقتي انا كنت هشتغله كله ارضيه. هاجي هنا عند الزاويه احط 3 واكمل الف هنا كمان واحط 3 والف لغايه ما اخد المفرش كله داير ما يدور. طيب نشوف المفرش الثاني بقى، ده اللي احنا عملناه. هوريكم فرق الحجم بين ده وده. ده اللي احنا اشتغلنا منه، ده بقاله سنين السنين طبعا والله يكتر خيره. ده كان الخرز بتاع البكري اللي من الاسكندريه، هيعرفوا الفرق بين البكري والشامي. ده البكري، تعالوا نشوف الشامي اللي احنا عملناه دلوقتي. بسم الله ده الشامي اهو، هوريكم الفرق بالظبط. ده هو ده بالظبط، المقاس هو هنا هو هنا بالظبط. طيب فرق ايه؟ انا لسه هحط دور داير ما يدور، يعني الدور بصوا فرق الدور ده انا لسه هحطه، ومن هنا فرق الدور ده انا لسه هحطه، وهنا عايزه تزودي في الطول زودي اهو. ده كده بالظبط هو ده، ولكن حتى لو اشتغلتي ده نفس عدد اسطر ده لازم الشامي هيطلع اصغر من البكري. خرزة البكري كبيرة، لو جبتي كيلو خرز عملتيه مفرش من عند البكري هيطلع مثلا، انا بقولك مثلا 50 سنتي. نفس الكيلو جبتيه من عند الشامي ونفس العدد ونفس الغرز ونفس كل حاجة ممكن يطلع معاكي 40 سنتي. فرق العشرة سنتي دول في فرق الخرزة، الخرزة بتاعت الشامي صغيرة والخرزة بتاعت البكري كبيرة، عشان كده هو ده اللي بيطلع فرق معاكي. فانا كده بالنسبه لي المفرش خلاص يعتبر ان هو خلص، بس طبعا هوريكم في الاخر وهقول لكم الاوزان ان شاء الله وهقول لكم مقاسه بالظبط. بس انا دلوقتي هاخد داير ما يدور ابيض، عايزه ارضيه يعني، عايزه ازود طول
عايزة ازود عرض ادي ارضية كمان مفيش مشاكل. عايزة تزوديه من غير الارضية ادي برواز. يعني انا هنا عاملة زيتي، عاملة ارضية، عاملة اورنج ارضية، اورنج زيتي قصدي، زي ما انت عايزة. يعني مش شرط انا عاملة الالوان دي تعمليها هي هي، شوفي الالوان اللي باقية معاكي اكتر ايه واشتغلي منها. انا ان شاء الله هكمل بردك، يعني هوريكوا برده. مثلا عملت سطر ارضيه هوريكي، هقول لك السطر دوت قصدي برواز، هقول لك انا عملت السطر دوت وهوريك شكله، وفي الاخر خالص باذن الله هوريكوا الحجم بتاعه كامل. هنا كده انا خلاص اخدت دورين داير ما يدور ارضيه، اخدت دورين داير ما يدور في كله اهو، ادي دور وادي دور، داير ما يدور كله يعني يمين وشمال وكل حاجه. وبعديها اشتغلت دور اورنج تمام. عايزه بقى تقفليه على كده مفيش مشاكل، عايزه تخليه على كده خلاص مفيش مشاكل. انا حاطه الاثنين على بعض، استنوا اشيل ده واخلي لكم ده لوحده. بصوا طب ده على الترابيزه اهو قد ايه، فرق بيه بسيط بس بين هنا وهنا، ومالي الترابيزه في العرض بتاعها ماليها كلها. طب نشيل ده ونحط ده، بسم الله. الابره وقعت على الارض اهو، ده كده شفتوا كان التاني مالي الترابيزه في العرض، وفي الطول بردك كان فاضل حاجات بسيطه لان انا هنا لسه ما كملتش اساسا. وزي ما قلت لكم فرق الخرزه بتاعه البكري من الخرزه بتاعه الشامي هي فرق الحجم، كل التعب واحد وكل العدد واحد، فرق بس الخرزه دي كبيره ودي صغيره. انا هنا عايزه تقفليه على كده خلاص اقفليه، عايزه تكملي كملي تاني زي ما انت عايزه، شوفي اكتر الوان متبقيه معاكي وبروزي بيها. انا لسه هكمل تاني دور ارضيه مثلا، واحط دور مثلا اخضر او زيتي اي حاجه من اللونين التانيين الالوان التانيه اللي جوه، وارجع احط تاني ارضيه وارجع ازود تاني على حسب ما انت عايزه حجم المفرش زودي. عايزه تزوديه طول زودي طول، عايزه تزوديه عرض زودي عرض، عايزه تزوديه طول وعرض خدي داير ما يدور، كل دور تاخديه داير ما يدور داير ما يدور. وهخلصه واجي اقول لكم بقى مقاسه بالظبط. كده شكل المفرش خلاص بعد ما كله خلص. اللمعه بتاعته جميله جدا بس للاسف هو التليفون مش مبين، هو كده شبه مبين يعني، لمعته عاليه جدا. المفرش انا زودت كمان دور برواز، يعني على حسب ما انت عايزه. عايزه تزوديه طول اكتر من كده خدي بقى شراشيب، اعملي هنا شراشيب. انا منزله مفرش برده هحاول احطه لكم، هو اللي على شكل الفيديو. انا مركبه شراشيب، طريقه تركيب الشراشيب للمفرش او البرواز لو اي حاجه في انا منزلاها، هنزل لكم اللينك بتاعها هحطه في صندوق الوصف. المفرش ده طوله 74 سنتي ونص وعرضه 52 سنتي، الطول اللي هو كده والعرض اللي هو كده 52 سنتي. المفرش ده لو عملتيه بخرز غير خرز الشامي هيطلع اكبر، زي ما قلت لكم خرز البكري صغير خرز الشامي كبير، في فرق، هيطلع اكبر وهياخد اكتر، هياخد وزن اكتر. يعني ده نقوله كيلو ونص، التاني هياخد ممكن هيخش في 2 كيلو الا ربع، ولكن هيطلع اكبر بنفس الورشه بنفس كل اللي انا عملته. في حاجه عايزه اضيفها لكم، الارضيه اما خلاص يعني ماليش دعوه بالبرواز اللي بره ده خلاص. انا لما خلصت المفرش الارضيه كنت فاتحه نص كيلو، اتبقى منه شويه صغيره خالص، عملت منهم يعتبر دور وفتحت الكيسه الثانيه للاسف فتحتها عشان الدور الثاني دوت. بس انا لما خلصت المفرش حاجه كمان هقولها لكم، انا لما خلصته مثلا هو خلص لغايه هنا، انا رحت عامله ثلاث ادوار ارضيه، وهنا برضو زودت ثلاث ادوار ارضيه. عايزه تكبري في المفرش من غير شراشيب زودي ارضيه، يعني كانه هو في برواز كبير، عايزه تزودي ارضيه داير ما يدور. انا لما خلصته خدت ارضيه داير ما يدور دورين على ورا بعض، يعني هنا كمان انا كنت مخلصه هنا خدت ارضيه دورين لفيت داير ما يدور. على حسب ما انت عايزه تكبري المفرش، على حسب ما هتاخدي الارضيه انت عايزاها قد ايه. البرواز باي الوان تتبقى عندك، يعني انا فضلت الاورنج لان هو اكتر لون متبقي معايا. انا جبت نص متبقي تقريبا 200 جرام، يعني قولي ربع كيلو، ربع كيلو هيكفي معاكي قوي. يبقى كله على بعضه اخد مني كيلو ونص هنقول، الاساس في الالوان الارضية والاساس في اللون اللي بعده هو الاورنج، الالوان الباقية كلها على بعضها ما كملتش نص كيلو. بواقي بواقي اي بواقي عندك، يعني عايزاه اخضر وزيتي بس، عايزاه اخضر لوحده، اخضر وبستاج، زيتي وبستاج، اي الوان عندك حطيها هتشتغل عادي مفيش اي مشكلة. وباذن الله باذن الله اشوفكم في ورشه جديده، واتمنى بس ان انتوا لما حد يطبق ينزلها على الجروب عندي، خرز وكريستال ام ساره
واي حد يسالكم في دو نزلوا له اللينك بتاع الورشه، وليكم الاجر معايا ان شاء الله. وباذن الله باذن الله اشوفكم في ورشه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.